الانتخابات القادمه هي انتخابات ساخنه جدا راح تكون نفس ما تفضلتي وهي اشوف رغبه الشعب الكويتي في في تسطيح الوضع بعد ما يلحل فانا اعتقد ان قرار الحل هو راح يلاقي اقبال جماهيري من قبل الشارع الكويتي في ان يصير في تغيير في الاسماء في الوجوه في الطرح في الجداول الانتخابيه حتى نلاحظ ان اليوم حتى الخطاب الانتخابي اصبح جديد ومعاصر، يعني اليوم حتى المواطن قام يطمح في انه يكون خطاب جديد ومعاصر يلبي رغبه المواطن نفسه وقضاياه، فانا اعتقد ان الاقبال راح يكون جميل جدا هذه المره وتجربه جيده. طيب في الاطار نفسه يعني اشارت العديد من الاستفتاءات ان الاقبال يعني يعني حتى حضرتك قبل شوي قلتي ان الاقبال سيكون كبير، برايك لماذا سيكون الاقبال بهذا الحجم؟ في الـ طبعا الـ 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 الوضع السياسي الراهن من اسبوع تقريبا هو راح يكون في اكيد رد فعل من الجمهور والمواطن نفسه فراح يشارك الشعب في اصلاح الوضع الحالي في مجلس الامه او التغيير اللي جاي يعني اليوم الناس حتى قامت تراهن على التغيير فانا اعتقد راح يصير في اقبال تغيير الوضع السياسي الحالي في ان لان بالاخير مجلس الامه هو صوت الشعب فكل مواطن راح يساهم في انه هو يغير جزء من الوضع الامني بالاسباب اللي طلعت في الحل اعتقد هذه راح تصير سبب المشاركه من قبل الجمهور